خلينا بقى ايه نتكلم معاك. عندي بقى اسئله كتير جدا، فنجري بقى كده ايه سريعا بقى في الاسئله. ماشي. اول مكالمه جات لك بعد الماتش من مين؟ ايه كل التنهيده دي يعني في اصل في ايه؟ مكالمات كتير جات لي عشان ما اظلمش حد، بس انا اول حد رديت عليه، اول حد رديت عليه، اول حد رديت عليه علي ابني. علي ابنك. قال لك ايه علي ابنك؟ مبسوط جدا. بجد؟ اه طب يا عم وجه له اي حاجه كده يعني، هو تحيه عارف ان كده انا ولا بحبه حاجه. جدا وبشكره ان هو ضيع من وقته عشان يتفرج عليا. قال لك ايه بقى؟ هو علي ده، علي ده علي بيشوف الويل بسببك. الله، انت علي يعني، ربنا يعينه. قال لي الحمد لله يا بابا، مفيش حاجة زي ما بتحصل في كل الماتشات، في الماتش دوت اي الناس مش هتتكلم كتير، مفيش بلينات كتير، مفيش. قلت له الحمد لله يعني. طب الحمد لله. طيب تعالى كده نتفرج على شوية حالات في الماتش كده برضه، لأني مهمة. يلا خلينا نشوف كده يا جماعة مع بعض. الكورة دي أنا بحييك على تعاملك معاها بصراحة، بس مهمة. لا خلينا نشوفها في إعادة أحسن، لأن هي برضه دي خبرات السنين بصراحة يعني، دي باين بجد خبرات السنين يعني. هاتها بقى في الإعادة كده عشان نشوفها بشكل أوضح، لأن أي حد يتخدع فيها، أي حكم ممكن يتخدع فيها. وخليني قبل بس ما نشتغل باللقطة ثانية واحدة، معلش ثانية واحدة. عارف أنت كنت ممكن تعمل إيه؟ أنت كنت ممكن تحسبها وتستنى تروح تشوف الفار يعني، صح؟ لو حكم مش واثق في قراره، أنت كنت ممكن حسبتها وبعد كده تستنى تشوف الفار هيقول لك إيه، ولكن أنت عشان واثق في قرارك، ودي جزئية مهمة جدا جدا. العب العب بقى الكورة بأسرع شوية. طب احكي لنا طيب يعني، واحنا بنشوف كده. انا ما ينفعش، لا وعشان وانت انا تمركزك ما هايل ينفع. بصراحة. بص يا كابتن احمد، انت حضرتك عارف طبعا، المفروض اللي عارفين ان انا ما ينفعش اتكلم في اي حاجات فنيه. تمام. انا هتابع معاك وهتمتع بتحليلك، لان انا ما حظي حلو ان انا النهارده انت هتحلل الحالات على انفراد، فده طبعا شرف كبير ليا ان انا لا يا استمتع حبيبي، بيك، لا فانا بجد، هسمع كل لا لا، بس حاجه عني، بس بجد انا عايز والله، استمتع بكلامك. لاني انا عايز اقول لك، انا دلوقتي بتكلم على الحس الملعب وحس اللاعب وحس وفي نفس الوقت انا زي ما قلت لك، انا بحب التحكيم بشكل عام يعني، دايما بحب ان انا اتكلم في موضوع التحكيم والكلام ده. بس بجد الكوره دي اولا تمركزك هايل هايل يعني. هنا انت بص، انت كملت وبدات تشوف. كمل 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 كمل، ولولا انك انت هنا قريب جدا ما كنتش هتقدر تاخد القرار الصح. فدي جزئيه مهمه، وانا زي ما بقول لك، انت وانت معاك الفار كنت ممكن تحسب وبعد كده تشوف فيها حاجه ولا ما فيهاش حاجه. فطبعا انا بحييك على اتخاذ القرار ده بصراحه. اللي بعد، وده من ضمن الحاجات يا كابتن احمد اللي الفار بيطمن اللعيبه والاجهزه. يعني احنا ايوه عايزين برضو نقول دخول الفار في العاب زي كده، حضرتك طبعا لعيب كوره وعارف، لو ما فيش فار في لعبه زي كده طول الماتش، طول الماتش الناس هتبدا في الاعتراض على اللعبه دي، لان هم من احساسهم الداخلي من غير ما يراجعوها ان صحيح، هم ممكن يكونوا هو مفكرين فيها حصل خطا. بالفعل، كان في اعتراض، بدأ لا يحصل لا، ده اعتراض. الاعتراض لحد ما يوصل لهم جزئيه تاكيد الفار بينتهي، بينتهي بعد تأكيد الفار، لكن لو مش فيش فار صحيح. اتفرج بقى طول الماتش. لا بس ميزة الحكم القوي صاحب القرار والشخصية ان هو ياخد القرار الصح قبل ايوه ما الفار يديله. ما بقولش الكلام ده والله عشان انت قاعد قدامي يعني، اكيد يا انا ما كابتن. بقولش الكلام ده عشان انت قاعد قدامي، لان انا بكلمك دلوقتي على الايجابيه، بس هندخل بعد كده على السلبيه. هات اللعبه اللي بعدها. يلا يلا خلاص، خلينا في اللي بعدها بقى. ماشي. طبعا ده طبعا رغم ان اللعيبه جت اعترضت، بس هنا طبعا انا احييك، الانذار الصحيح 100%، لان يمكن ناس كتير ما شافتش ان ندف داس على القدم. يلا اللي بعدها. ماشي.
وقفلي بقى وهات لي الإعادة بقى خلاص، احنا مش في الاستوديو التحليلي. كان معانا الكابتن عصام عبد الفتاح دلوقتي وهو بيتكلم، فاتكلم على الاحتواء، هل دي احتواء؟ طيب هاتها لي بقى، هاتها لي إعادة، ما تجيبهاش هنا، هاتها لي إعادة، عايزينها في إعادات. يا دي ما تعدتش. بغض النظر، خليني اقول ان ده مش اهمال من لاعب الاهلي يستجوب انذار. هو الاهمال ما بيستوجبش انذار، الاهمال ما بيستوجبش انذار. التهور اللي بيستوجب طب انذار وده مش هو تهور؟ اهمال لا مش وتهور اهمال، ده بيستوجب. تهور، معلش انا اللي مش ده لا تهور؟ لا انا بوضح بس. انت بتوضح. طب انا اديتك 9.5 عشان الكوره دي بس، لان الكوره دي لو احنا بنتكلم على انذار، وانا هنا، انا هنا زي ما بقول لك، هو برضه ممكن يكون زي ما قال الكابتن عصام، هو ذكاء حكم وخبرات سنين كبيره جدا جدا، ان انا ممكن حاجه زي دي ممكن اتغاضى عنها، فيها شك، فيها وفيها لا، انما انا اعتقد ان لو كان القرار اتاخد انا كنت تخرج من المباراه دي انت وسامي طبعا، لان سامي طب قول لي على اللقطه بتاعت ضربه الجزاء، لان انت اخرت فيها شويه في لقطه ضربه الجزاء. لا هو عادي خالص، مفيش تأخير. بص يا كابتن، احنا كلنا طقم تحكيم واحد، كلنا مع بعض، طيب خلينا قبل كلنا ما مع بعض، اللي خلينا بيشوف قبل حاجة لا بيحاول طبعا يساعد. اكيد وكتر خيرهم، كتر خيرهم، كلهم كانوا وكلهم بيحاولوا يساعدوا، صحيح، الكل عمل من كل الكل واحد من عمل خلال مجهود. وجهة نظره، واحنا مطمنين ان في فار بيراجع لحالته. انت مش عايز تعقب على قراراتك صح؟ لا مش عايز تعقب عليها فنيا؟ لا بص، هو يعني طبعا ايوه دي قراراتك انت، مش حد تاني. ما هو الاتحاد الدولي بيمنع الحديث عن احداث المباريات اللي اه بتحكمها او اللي زمايلك بيحكمها. يعني اي انت نعم اي نعم، انا قرار الاعتزال اللي انا واخده ما فيش رجوع فيه في نهايه الموسم، انا قلت في نهايه الموسم. هجيله ما انت كده كده خلاص، احنا هنتعاقد معاك بعد الحلقة خلاص.